السلام عليكم، معكم المهندس عمر مليجي في آخر فيديو في شرح برنامج الإيتابس. الفيديو ده هيكون فيديو قصير جدا، أنا بس هوريك شكل التسليح بتاع الشير وولز والأعمدة. لو جينا نفتح مثلا العمود ده بنعمل إيه؟ عشان العينة اتنين، إحنا زي ما إحنا قلنا قبل كده بنقص الأعمدة. بص، جينا مثلا العينة اتنين، العينة اتنين ده لو جيت قيس السبيسنجز فيها هتلاقيها أقل من 150، فرابط الكنات كل سي يعني رابط سيخ وسايب سيخ، رابط سيخ وسايب سيخ وهكذا. هنا مثلا نفس الكلام، هنا مثلا برضه رابط سيخ وسايب سيخ. هنا كان محتاج يربط سيخ ويسيب سيخ، لكن لو رابط سيخ وسايب سيخ هتبقى شكل العمود مش سيمتريك، فهو بيحب شكل العمود سيمتريك. هنا ساعات بنضطر نعمل الكنات المتقاطعه على بعضيها دي لو العمود في الناحيتين كبير، فيطلع شكل المنظر ده وهكذا. طبعا المفروض ان الكلام ده انت كله اصلا بتبقى حاسب السبيسنج زيرو، الكلام ده كله من في مرحله الديزاين، بس احنا بنشوف شكل التسليح النهائي. طيب بنيجي على الشير. الشير ايه؟ بنقول ان العمود ما بنصمموش غالبا، لان هو غالبا لو اتصمم هيطلع مستريح جدا. فبنقول مثلا سي ان العمود كله هيبقى من 6 في 8 ل 7 في 8 في كل الاضواء، في كل ارتفاع الدور، ما عدا اخر متر واول متر بنركز الكلام بنخليها مثلا 10 في 8. والتركيز ده ليه علاقه شويه بنعزل قوي العمود الحتت دي، لان الحتت دي كريتيكال شويه، لان هي ممكن بتكون في عشان بريست كينجز، وده المكان اللي بيحصل فيه تغيير، يعني بيحصل فيه زي ستريس كونسنتريشنز، لان ده مكان اللودنج والحاجات دي، فبيبقى عايز يقويها، فبيعمل كونفاينمنت اكتر للحته دي، بيديك قوه اعلى ليها او كباستي اعلى، فعشان كده بنكثف الكنات بنحطها نوت. يعني بص هنا كده كثف في 8 في 8، يعني انا بقول لك غالبا بنكثف ايه ل 10 في 8. ده بالنسبه للايه للاعمده. طب بالنسبه للشير وولز، تعالى امسك الشير وول دي، سيبك من اللي احنا عاملينه هنا، لان انا مركز شويه التسليح يعني عشان اوفر، فعمل نظام ايكونوميك كده، بس سيبك منه. احنا هنتكلم عن التسليح يونيفورم على كل الحيطه. وانت رصصت طلع ان انا محتاج 60 سيخ كل الحيطه، وهنا حطيت 30 سيخ، وانا حطيت 30 سيخ، ما فيهاش مشكله دي. وكتبت التوتال باورز هنا. هتيجي الكود ده يقول لك في الكنات، اول حاجه الكنه الخارجيه اللي بره دي هي الكنه اللي انت صممتها، الكنه دي هي الكنه اللي صممتها للشير. طب في كنات داخليه جوه، اول حاجه الكود بيقول لك ايه؟ كود بيقول لك خد مسافه سي على 2، سي على 2 دي نص كومبريشن زون، وعامل فيها كنات نفس كنات الاعمده، نفس طريقه اللي هي سيخ وسيخ والكلام ده على حسب السبيس، بتعمله فوق وتحت. هو قال لك سي على 2، السي على 2 دي تقريبا بناخدها احنا حوالي 20% من طول الحيط. يبقى هنا تعمل كنات سيخ وسيخ، وهنا كنات سيخ وسيخ، او كل سيخ بيزد على السبيس. طب في الباقي بيقول لك هتحط كده عيون او كده حبايه، كل الكود مديها كونديشن كده ليها علاقه بمساحه ده، يعني ده حاجه للتربيط بس، مساحه الخرسانه، مساحه القطاع، وعدد مساحه الاسياخ بيزد على فوليوم الخرسانه. فاحنا يعني عشان ننجز امورنا بنحطين ايه؟ طبعا الكنات اللي بنحطها هنا دي بناخدها نفس الامتر الكنات الاصليه، يعني في 10 في 10 مش هنقدر نغيرها، لكن دي تبقى كانت تربيط صغيره بناخدها دايما في 8. فاحنا بنعملها ازاي؟ بنربط كل سيخ وسيخ، يعني سيخ ونسيب سيخ، سيخ ونسيب سيخ. دي حاجه غير مش تصميميه، بس حاجه عشان تربيط الاسياخ وقت الصب وكده، يعني مش ملهاش دور تصميم. طبعا في كل الحالات لازم تفرد الكنات بره عشان اللي يجي ينفذ يعرف ينفذ. بس دي كده القصه بتاعت الديتيلنج باختصار، الموضوع بسيط، محتاج بس منك شويه مجهود في الرسم والدنيا تبقى سهله ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.